وإذا كان عندي 10 قلوب ما بعطيها واحد منهم. كأنه كان في جبل على قلبي وانزاح. كان قلبي عم يبكي عليك. فكرت انه رح ترجع تجرحك مرة تانية. خلص طمني. طمن. حركتوا لي مشاعري، شو سبب هالسعادة هي؟ ايه والله، كان في مشاكل. بس خلص حليناها. بدي أعمل قهوة لإلي، بدكن تشربوا معي؟ أكيد، منشرب قهوة معك، مو هيك ابني سنان؟ ها؟ قهوة؟ إيه؟ لا، مو جاي على بالي، صحتين وهنا. ماشي، براحتك. يلا تعي معي. يلا. ولا قلب واحد حتى؟ اي لا تعطيني. ليش مين طلب منك اصلا؟ شبك مو شايفة قدامك؟ شو عم تقول؟ شو قول؟ الدنيا هلا عم تدور حواليك ما هيك؟ اصلا كلياتكم مثل بعض، بس امهاتكم خلوكم تصيروا هيك. ابني الغالي، ابني الصغير، هي بتدللكم هيك على طول. لهيك بتصيروا كبار ولساتكم عم تستنوا الموافقة من امكم. تاخدوا إذن منا مثل الأولاد الصغار. إيه ماشي، أنا بعتذر. يلا تفضل امرئي. ما رح أمرق، قلت ما رح أمرق. شو ما بتفهم؟ رح تندم أنت وأمك. لك شو دخل أمي بهالقصة هاي؟ حياته واحد ما يعلق مع مرة. لكن بيلين هي البنت ما هيك؟ إيه هي فاتت بيناتنا وكأنها حية. بعمري ما شفت بنت أوقح منها. لك هي كيف قدرت تطلع بوش سنان بعد كل هالشي؟ ايه بس أنا ارتحت بعد ما حكيت مع سنان. خالي مليحة، بظن أنه ما لازم ترتاحي بهالسرعة، لأنه بعد كل شي سنان وظفها عنده. لا تخافي بنوب، ابني ما بيحكي شي على الفاضي. قال أنه لو عنده 10 قلوب ما رح يعطيها ولا واحد منهم. ايه رح نشوف. بس من هلأ ورايح صارت الشغلة عليكي. اسمعيني بنتي، انتو دائماً بتضلوا مع بعض، فتحي عيونك شوي. الرجال ما بينتركوا لحالهم أبداً يا بنتي. ايه انتي معك حق، بس أنا ما عم بقدر إني أفهم هالشغلات هاي. ما فيني أكون خبيثة مثل السعلة. ايه بس لازم تكوني. شو صاير لك؟ أمي عرفت بقصة بيلين، لهيك هي. لا سنان، كنت هيك من قبل ما تجي أمك. رحت مع جيداء وهلأ صرت هيك. قلي شوفي.
ما في شي. سنان، أنا لو ما بعرفك كتير منيح ما كنت سألتك هيك سؤال. خبرني شو صاير. أنت منيح وأنا سيئة، أنت شخص كامل، بس أنا طفلة عنيدة ومدللة مو؟ أنت ما جرحت حدا أبداً بس أنا أنانية ما هيك؟ أنا ما بعرف ليش معصبة، يا ريت تهدي. أنا معصبة منك ومن وقاحتك كمان ومن حقدك اللي ما كان يخلص أبداً. لا تصرخي، أنت شو عم تحاولي تقولي؟ أه؟ أي غلطة عم تحاولي تخبيها ما بعرف، بس أنت ما بتهميني. أنا واثقة أني ما بهمك بنوب. ممتاز، لكن اسمعي، لا عاد ترجعي ترفعي صوتك علي، وانقلعي من هون. وقت صارت هديك القصة أنا كنت صغيرة، فهمت بعد سنين إني وجعتك كتير، بس ما عم أفهم ليش عم تحاول تعيشني نفس الوجع وأنا بهذا العمر. أو يعني ليش أميرتنا مزعوجة يا ترى؟ وهلأ حبيبتي أنا عندي شغل كتير لازم. ماشي، بشوفك بعدين. إليلي يا ترى مين كسر قلبك الصغير؟ لا تقولي إنه أنا السبب. أصحك بيلين، بكسر لك قلبك. أصحك. كسرته وخلصت. لا تطلع على المراية بنوب، بس تطلع جواتك، لأنه حقدك هاد عم يعمل منك رجال مو منيح. لا تكون هيك، لا تكون سيء. شو عم تعملي؟ خليني روح. هيك بدك تسبح؟ ما فيك تعمل هيك وانت لابس جاكيتك وبنطلونك، هذا مو لبس سباحة. مين انت وكيف طلعتي؟ اهتمي بشغلك بيكون احسن. عم قلك ما بيصير، بما انك اخترت هذا المكان معناته انت ما بتعرف تسبح مزبوط؟ ايه، بس هذا الشي ما بيخصك، ما فيك تمنعيني ابدا. اذا نطيت انا رح نط وراك ورح حاول انقذك. انت شاب بس شكلك ما بتعرف تسبح، لهيك رح تخاف وتموتنا نحن اثنين. كمان نحن مو عشاق، رح تكون سبب بعناوين رومانسيه مثل اي اثنين عشاق نطوا مانن متعانقين وماتوا. بس نحن مو هيك بنوب. كمان انا ما بدي موت هلا، عندي كتير اشياء بدي اعملها. مثلا انا ما رحت على فيتنام وعندي فضول روح على الهندوراس، وهالشي يمكن يكون غريب، بس تصور انه انا ما رحت رحله اسطوريه على سيبيريا مثلا. زرتي كل المدن ما عدا هدول؟ شفت؟ شفت إنه الحياة حلوة؟ يعني شرايينك يلي رابطتك بالحياة ما انقطعت لسه. شو رأيك نروح على شي مكان هادي ونكمل حديثنا فيه؟ ليكي، لا تتدخلي فيني. تمام، معناتها أنت واحد عنيد كتير. إيه مفهوم، رح أعرفك على حالي. اسمي روز جارو، وشوف شو رح ساوي. خليك واقف هون وتفرج علي. هلأ رح أعلمك كيف رح يكون النط. ماشي؟ شو عم تعملي أنت؟ ما عم بفهم. الأستاذ تايتشي بيقول بتبلش المشاكل بين اثنين وقت ما بيضل شي ينحكى بيناتهم، وأنت بحياتك لسه في كتير أشياء بتنحكى، وأنا رح خليك تحكي كل كلماتك ورح تشوف هالشي. Thank you.
بدي كسر لها ايديها، انا بورجيها. لحظة ماما، وقفي وقفي، هي معصبة كتير وهذا تماما اللي بديها. لا تعملي هيك. اللي هي شو كانت عم تعمل عندك؟ لك ليش لساتها عم تجي لهون؟ اللي ليش حاولت تمد ايدها وتضربك؟ لانه هي ما فيها تقول شيء، ما في داعي نضغط عليها اكثر من هيك. اصحك تنسى الكلام اللي قلت لك يا قبل شوي، ما بدي اشوف هالبنت. اذا انا اجيت شي يوم وشفتها عندك فلازم تعرف انك رح تكون السبب الاساسي انت وهي البنت باني موت قبل وقتي. بعيد الشر، لو سمحتي لا تقولي هيك. امي، ما قلت لك انه هالشي انتهى؟ صدقيني انتهى. فهمتي شو معنى الشي اللي كنت عم قلك يا قبل شوي؟ ابني علق مع بنت خبيثة مثل الشيطان، معقول هالشي؟ هو بيقلا روحي؟ بس هي مصرة إنها تضل، لأنه هي مو مرغوب فيها، اجت لهون بكل وقاحة وبدها تضربه لابني. خلي لك شي